ورح ننتقل أكيد لفقرتنا التالية، ومع سرطان الثدي، هذا المرض يلي بيصيب النساء بالتحديد، وتوصل الأطباء مؤخرا إلى إنجازات كبيرة بمجال الكشف المبكر والعلاج لمرض سرطان الثدي لينخفض عدد الوفيات الناجمة عن هذا المرض. بالسابق ليا كان الكشف عن سرطان الثدي يعني استئصال الثدي بالكامل، أما اليوم فإنه هالعمليات لا تجرى إلا بحالات نادرة، فهناك مجموعة واسعة من العلاجات المتوفرة. معلومات أكثر عن هالموضوع معنا بالاستوديو الدكتور إيهاب النقري، اختصاصي بأمراض سرطان الثدي وجراحته. أهلا وسهلا فيك ويسعد اهلا وسهلا، صباحك. صباح الخير. يا أهلا اهلا، وسعد صباحك دكتور. صباح النور. يا اهلا، يمكن أكتوبر هو شهر سرطان الثدي أو الكشف حملات المبكر. التوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي، واليوم يمكن هو لا 25 الشهر لا، بس بشكل عام بدنا بشكل نحكي عن عام. الحملات. طيب خلينا لكان نكفي السؤال، خلينا نحكي عن شهر أكتوبر، عن الحملات التوعية يلي بتصير، وخلينا نخصصها بسوريا. يمكن عم نشوف عن بالسنوات اللي قبل وهلأ في اهتمام كتير كبير اهتمام إعلامي إعلاميا بحملة السرطان للكشف المبكر. الحقيقة كتير مهم نحكي عن الكشف المبكر عن سرطان الثدي. الحقيقة عم يصير بالشهر العاشر بأكتوبر وبشهر آذار بعيد الأم. طبعا الكشف المبكر عملته الجمهورية العربية السورية من زمان، بس ما كان في أي تسليط إعلامي عليه. حاليا في تسليط إعلامي صار في بشكل أكثر من قبل، وفي عدة مشافي عنا، سواء بوزارة التعليم العالي عم تعمل الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وزارة الصحة، وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية. بس ليش الاهتمام حاليا صار بالكشف المبكر عن سرطان الثدي؟ اول شيء لانه هو مرض قابل للشفاء. اذا كشفناه بمراحله الاولى هو مرض قابل للشفاء، نسبه الشفاء بتبلغ ل 98%. كمان هو سرطان شائع لدى النساء، هو السرطان الاول عند النساء، وشائع بحيث انه بين 8 ل 9 نساء في واحده مستقبلا راح تصاب بسرطان الثدي. هذا كثير مهم. ثاني شيء، طريقه الفحص كثير بسيطه وغير مؤذيه وغير مزعجه للمريضه. من الفحص الذاتي او الفحص السريري والايكو والماموجرام تكشف حتى الكتل اللي اقل من 1 سم. وفينا هون اذا عم تحكي على الاستئصال، فينا نحاول نعمل استئصال محافظ هلا بنحكي عليه، يعني ما نستأصل الثدي. طبعا هذا كثير مهم وقت نكشف الكشف المبكر عن سرطان الثدي. ثاني شيء كمان موضوع كثير مهم هو الكشف المتاخر عن سرطان الثدي بيؤدي لحاله نفسيه مزعجه جدا للمريض، بالإضافة للحالة الاقتصادية والمادية. في دراسة سواء عنا أو برا، حتى تكلفة العلاج المادي هي أقل بكتير بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، وهذا كتير مهم. وبالإضافة للآثار النفسية المريحة أكثر بكشف المبكر عن سرطان الثدي. نعم. بأي سنة ينصح طبعا الكشف المبكر عن سرطان الثدي؟ خلينا نحكي كيف لازم بشكل دوري السيدة تفحص حالها، وبأي سن لازم تفحص حالها؟ هلا أول شيء نحكي عن الفحص الذاتي. الفحص الذاتي أول شيء في بروشورات موجودة سواء بوزارة التعليم بتدلهم التعليم. كيفية الفحص؟ تمام. نقسم الثدي لـ4 أرباع، بالصابون، بالحمام فينا نقسم الثدي لـ4 أرباع، بباطن الكف كل جهة فينا نلمس إذا موجود كتلة أو شيء معين موجود بالثدي. هي الفحص الذاتي. الفحص السريري عن طبيب مختص. الإيكو ما في أشعة. الماموجرام هلا عم تحكي هي الأشعة عالميا اللي عم بخافوا منها السيدات هلا شوي، بنحكي عليها. الماموجرام لازم عالميا أي سيدة من فوق الـ40 سنة تعمل صورة ماموجرام سنويا. هلا الإيكو ما في أي مشكلة بأي عمر. ما له بأي عمر وما في أشعة. هلا شو الحملة؟ حملة الكشف المبكر طبعا أي سيدة ما عم تشكي من شيء. هلا شو مهمة الحملة؟ أي سيدة لا على التعيين فيها تفوت، وفحص مجاني كل الجمهورية صحيح. العربية السورية يعني غير مكلف، فيها تعمل صورة ماموجرام. هلا في إحدى الجمعيات، هي الجمعية السورية لأمراض الثدي، وكنت وأنا عضو فيها، هديك السنة عملنا مسح ل700 سيدة، طلع عنا 7 سيدات معهم سرطان الثدي ما كان عم يشكوا ما من كانوا أي شيء. عارفانين. فهي كثير، ونسبة عالمية يعني 1% نسبة عالمية تقريبا موجودة عندنا. فموضوع كثير مهم انه واحدة، لانه سرطان برجع بقول لك سرطان شائع والاول لدى النساء، فمن المهم انه تعتني السيدة بحالها، وبنفس الوقت مجاني، يعني فحص مجاني غير مكلف. يعني سواء مشفى البيروني، اذا بنحكي عن مشفى البيروني الجامعي، تقريبا على مدار السنة في اي سيدة تفوت على مشفى البيروني فحص سريري او ماموجرام تعمله هو مجاني. حتى طريقة العلاج سواء كانت
جراحية أو شعاعية أو كيميائية هي كمان مجانية مشفى البيروني الجامعي. نعم دكتور، يمكن هذا الشيء كثير مهم انه في كثير مراكز تابعه للدوله هي بشكل مجاني، واكيد نحن بنطلب من كل سيده على القليله كل 6 شهور تروح تفحص حالها. بس خلينا نحكي بنقطه، يمكن هلا الفتيات شوي عم يبلغوا على بكير، من يمكن ورا الاكل الجاهز، من ورا عده عوامل، سمنه متهمه تماما، من عده عوامل وبيظهر يمكن كتل، ولكن هي الكتل بتكون اما سليمه او هي كتل عاديه بتروح مع الوقت. هون كيف فينا نوعي الصبايا الصغار بهيدا الشيء، لانه عم نشوف هي الظاهره كثير كثير منتشره. هلا بنرجع بنقول انه السرطان الثدي حتى عالميا بالكشف المبكر او بمراحله الاولى ما عاد سموه سرطان، هي اول شيء اذا عم نحكي على السرطان يسموه داء الثدي لانه قابل للشفاء. اوكي. هلا مو اي كتله يعني هي خبيثه، بالعكس 80 ل 90% بتكون الكتل سليمه، وخاصه عند البلوغ في الفايبرو ادينوما، الورم الغدي الليفي، الداء الكيسي الليفي، الكيسات، حتى الخراجات ممكن تتظاهر احيانا بغؤور الحلمه، ممكن تعمل مثل الكتله خبيثه. حتى في احيانا نز مصلي او نز حليبي او كيسات حليبيه كمان تتظاهر، هي كلها اشكال من الاورام السليمه. هلا اذا بدنا نحكي على الاورام الخبيثه بالثدي، طبعا تكون صار كشف متاخر، يعني نحن ما بدنا نكشف ما بدنا تيجي المريضه وحاطه ايدها على صدرها وعندي كتله، نحن مهمتنا انه تيجي اي سيده ونعمل كشف مبكر، تكون الكتله اقل من 3 سم لحتى نحسن نحافظ على الثدي. طبعا له استطباب، هلا عم نحكي على الاستئصال المحافظ للثدي، ما يكون عنده عده كتل، نستأصل الكتلة مع هامش أمان مع تجريف قبض، ما تكون الكتلة تحت الحلمة، وما تكون الكتلة كبيرة 5 سم أو 10 سم. أحيانا تجينا المريضة يكون حتى الثدي متآكل، أو حتى أحيانا بتتظاهر بكتلة عقدية بالقبض، يعني ضاغطة على الوريد القبطي حسب جهة سواء الأيمن أو الأيسر. فما بدنا نوصل لهالمرحلة، ما زال في عنا بسهولة يعني قلت لك طرق غير مزعجة ممكن نكشف عن سرطان الثدي. نعم. طب خلينا دكتور نحكي لك عن بالمراحل المتأخرة، خلينا نحكي طبعا عن سلبيات عدم الكشف عن السرطان بشكل مبكر. بالمراحل الأخيرة لظهور السرطان الثدي عند السيدة، هل بالعمل الجراحي كيف ممكن تكون النتائج قبل ما ينتشر بالجسم كله؟ انه بنعرف انه السرطان هو خبيث. هلا تطور كثير موضوع الجراحة، اول شيء تطورت الأدوية، يعني ما فينا ننكر العلاج الدوائي والعلاج الشعاعي. هلا كان من زمان كان في استئصال الثدي مع العضله الصدرويه بشكل كامل، ايه مع العضله الصدرويه كمان كامل. يعني مع العضله الكبيره والصغيره. نعم. بعدين صار العضله الصدرويه الكبيره مع استئصال الثدي، هلا حاليا استئصال ثدي اذا كتله كبيره، او حاليا في استئصال محافظ، يعني هي تطورت العلاجات الجراحيه. وما فينا ننكر العلاج الدوائي، صار في العلاج الهدفي كمان طور كثير من موضوع او البقيه، يعني شفاء المريض كهذا الموضوع. العلاج النفسي قد ايه بيلعب دور كمان بهي الامراض؟ هلا نحن بنقعد مثلا نص ساعه على ساعه مع المريضه لنقنعها باستئصال الثدي، حتى ما نحاول نوصل لهذا الموضوع والريسك اللي بتتعرض له المريضه، خساره عضو مهم وهو عضو جمالي ووظيفي بنفس الوقت، فيفضل انه نعمل كشف مبكر. هلا حتى في جراحات بديله، هي نعمل مثلا جراحه تصنيعيه من العضله المستقيمه البطنيه وصارت مشفى البيروني الجامعي، العضله العريضه الظهريه، او في بعض الصبايا بحبوا نحط البروتيز تحت الجلد. فحتى ما نوصل لهالموضوع هذا نرجع للكشف المبكر. يمكن ليا كثير شفنا نجوم من هوليوود ايضا نجوم من هوليوود هي على الاستعداد الوراثي كمان عملوا هي العمليات وطلعوا قد ايه هن كانوا نموذج للمراه القويه الواثقه من حالها. صحيح العمل النفسي هو كثير مهم دكتور ما بعد العمل الجراحي. بس خليني اعقب على موضوع الاستعداد الوراثي اللي عم تحكي عليه عن الممثلات. أوكي. هلا في 10% منه استعداد وراثي في الطفرات الوراثيه البراكا 1 وبراكا 2. ما انت عم تحكي عن ممثله استأصلت ثدي انجلينا جولي. اوكي. فهي انه استأصلت ثدي بناء انه كشفت عندها مورثه ممكن تصاب بسرطان الثدي، فكانت ما عندها كانسر. تماما.
فالوسواس وشالة صحيح الثدي. صحيح دكتور، كنت بدي أسألك إنه في كتير سيدات يمكن بيستأصلوا جزء من الثدي أو تحت الإبط، أو بيكون عندهم يمكن صار ربعي أو نصفي، تماما بيكون عندهم بداية سرطان الثدي، بيروح ما بقى في شيء، بتشفى بالكامل، ولكن ما بعد الجراحة بيصير في مضاعفات ويمكن ترجع يعيش السرطان بالثدي من جديد. في كثير حالات، يعني في حالات مرقت. هذا منيح اللي طرحتي هالسؤال، لانه موضوع استئصال الربعي، هلا برجع انا حكيت انه له يعني استطبابات، اهم شيء ما يكون في اكثر من كتله، واحيانا بيطلع مالتي فوكال يعني متعدد البؤر، ممكن ما حدا يكشفها، ممكن الرنين يكشفها يعني لا ترى بالاشعه، ممكن الرنين المغناطيسي تماما، ممكن هي يعني ادق مثلا للمرضى اللي عندهم استعداد وراثي، فينا نعمل رنين مغناطيسي لهم. طيب ما في حل انه بعد العمليه ما بقى ترجع تعيش؟ هلا في مراقبه، هلا عفوا، السرطان موضوع استئصال الثدي الكامل او الربعي، ما بنترك المريضه هيك، تاخذ علاجها الجراحي صح والكيميائي والشعاعي، وفي منهم بيرجع، وبعد فتره بصير في مراقبه كل 3 شهور، مراقبه كامله لكامل جسمها، وطبعا هي بتكون بالاضافه للمراقبه، يعني اول شيء ما بتخضع للعمل الجراحي الا ما تكون ما عندها انتقالات، كمان نحكي فيها، هي بتكون مرحله متاخره جدا. فممكن اللي عم تحكي عنه يكون مالتي فوكال او اكثر من كتله، لا اكثر من كتله بالثدي، هذا اللي عم تحكي عنه. ممكن كمان اللي عم تحكي عنه انه يظهر بعدين، في يعني فينا نقول نسبه الشفاء بالاستئصال الربعي هي اقل من الاستئصال الكلي. نعم. مشان دكتور، طب شو بتحب تقول نصائح لكل سيده هلا عم تشوفنا، وخاصه انه نحن هلا عم نعمل حملات توعيه للكشف المبكر عن سرطان الثدي؟ هلا هو عوامل خطوره، اكبر عامل خطر هو الاهمال، اهمال الكتله، اي كتله او حتى اي سيده مثلا صارت 40 سنه انه ما عملت شيء، يعني ما مثلا ما راحت لعياده ثدي او شيء من هالنوع. هلا اي كتله بالثدي برجع بقول لك مو شرط تكون خبيثه، ممكن تكون سليمه. اول شيء الكشف المبكر نحن عم نتوجه له مشان نحافظ على الثدي، ما نستأصل ثدي، وما نحاول نحن حتى بمشفى البيروني الجامعي اغلب الحالات اللي عم تجينا هي مرحله ثانيه وثالثه. نحن بنطمح بالكشف المبكر انه نوصل للمرحله الاولى، وحتى ما يكون في عناء للمريضه، وما يكون حتى في جهد مادي او في بذل مادي للمريضه، وحتى للريسك النفسي بيكون اقل. نعم دكتور، بس كمان هو مرض قابل للشفاء كمان. أوكي. يعني بالنهايه الكشف المبكر هو مرض قابل للشفاء. نعم، يمكن الحديث عن كلمه سرطان هي مرعبه ومزعجه جدا بشكل عام، عشان هيك قلت لك الكشف المبكر بمرحله الاولى، مراحله الاولى هو داء ثدي، يعني ممكن يكون حتى داء السكري اصعب من داء الثدي. نعم. دكتور اسمح لنا اكيد نحن بدورنا انه نتشكر الاطباء بسوريا، ونتشكر حضرتك، نتشكر مديريه الصحه اكيد لكل شيء عم يقدموه من فحوصات مجانيه، وبدنا نطلب من كل سيده انه هي تروح تفحص حالها، الفحص ببلاش، الصوره ببلاش، واكيد كل الدكاتره بسوريا دوائيا وفحصيا عم يكون عبر شاشتكم في. نعم. وزارة التعليم كل مشافيها، أكيد وزارة. نعم. الصحة، أكيد. وزارة الدفاع صحيح، ووزارة الداخلية بالإضافة للجمعيات الأهلية كمان مهتمة بهيك. نعم دكتور، عنا موجز. شكرا. شكرا دكتور لكل المعلومات اللي أعطيتنا إياها.